جاء في مستدرك الحاكم أن أبا جهل ومن معه سعى بالوشاية بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، فقالوا له: يا أبا بكر، أوما سمعت ما يزعم صاحبه؟ قال: وما يزعم؟ قالوا: إنه يقول إنه أسلي به هذه الليلة من مكة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق. قالوا: أتصدقه والجمال تقطعها شهرا إيابا وشهرا ذهابا؟ فقال: إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو عشية. ولذا سمي حينها بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء في مستدرك الحاكم أن علي رضي الله عنه يقسم بالله أن لقب الصديق ما نزل إلا من السماء. قال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: إنما حظي أبو بكر رضي الله عنه بهذا اللقب مع أن سائر المؤمنين لو أخبروا لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنما حظي بهذا لأنه كان أسبقهم في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم.